يعني بعتذر إذا كنت عطلتكم ربع ساعة لظروف الطريق، لأني جاي من مشوار بعيد. أنا كنت في محافظة قنا بالأمس، الحمد لله ربنا سلم ونجانا على خير إن شاء الله، زي ما بإذن الله تعالى هينجي مصر كلها من كل حاقد أو من كل إنسان يسعى لهدم هذا البلد العظيم. إحنا كلنا فداء لمصر بإذن الله تعالى. السادة الحضور الكرام، تعلمون حضراتكم جيدا أهمية موضوع التغذية والأمن الغذائي بالنسبة لكافة دول العالم، ولسنا بحاجة اليوم لإعادة التذكير بأهمية هذا الموضوع، ولكن ما يهمني حقيقة الأمر هو التنبيه والتحذير، لأن كثيرا من الأمراض التي نواجهها وتمثل عبئا ملموسا على كل النظم الصحية، لا سيما الأمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم والسمنة المفرطة، السبب الرئيسي لهذه الأمراض هو سوء التغذية. هذا بالإضافة إلى الأنماط والسلوكيات الخاطئة التي تؤثر بصورة مباشرة على صحة الإنسان وعلى إنتاجية الإنسان، كما تؤثر أيضا بصورة غير مباشرة على معدلات الإنتاج والنمو والتنمية بالنسبة للاقتصاد القومي بوجه عام. ولا يخفى على حضراتكم التحديات الجسيمة في مجال التغذية التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، وهذا إما نتيجة ضعف الوعي أو الجهل أو انتشار الفقر وتباطؤ معدلات التنمية. هذا بالإضافة إلى أزمة الغذاء العالمية والارتفاع المضطرد في أسعار الغذاء، مما يضاعف من وطأة هذه التحديات عدم توافر الأطر والقدرات المؤسسية والبشرية الكافية والقادرة على صياغة وتنفيذ برامج التغذية السليمة. وحتى في حالة توافر هذه الأنظمة، فإن نقص التمويل الكافي والمستديم قد يقف عقبة ضخمة أمام تحقيق تلك الأهداف المنشودة. لذا فإن الاعتقاد الراسخ أن توفير غذاء صحي متوازن ومتكامل لكل فئات الشعب المصري لا يجب أن ينظر إليه كغاية وهدف، إنما كمطلب أساسي وضروري نحو الوصول لهدف أشمل، وهو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر. إن هدف وزارة الصحة والسكان هو العمل على رعاية صحة المواطنين المصريين جميعا على اختلاف أعمارهم وطوائفهم، بالإضافة إلى توفير الرعاية العلاجية بكل المستشفيات المنتشرة في ربوع مصر. ولا يقتصر دور وزارة الصحة والسكان على علاج المرضى فقط، بل يأتي قبل ذلك توفير كل الخدمات الوقائية لحماية المواطنين من الأمراض والمحافظة على صحتهم. لذا فقد اهتمت الوزارة بعمل بحث قومي للأمراض المزمنة غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكر، وأثبتت نتائج هذا البحث عن ارتفاع مؤشرات تلك الأمراض الخطيرة في المجتمع، والتي لها علاقة مباشرة مع النمط الغذائي وطرق التغذية الخاطئة، ومنها مؤكد تناول كميات كبيرة من الملح على سبيل الخطأ، كذلك الدهون الضارة. ولذا قد كانت مبادرة ملح أقل ودهون أصح جزء أساسي من خطة وزارة الصحة لتقليل عوامل الخطر المؤدية إلى تلك الأمراض المزمنة التي تنعكس على الاقتصاد وعجلة الإنتاج للدولة ككل. وأشكر السادة القائمين في المعهد القومي للتغذية بصفة هذا المعهد رائدا في وضع السياسات الغذائية والذراع التقني لوزارة الصحة في التغذية، بعمل لقاء سابق لهذه المبادرة بهدف تعديل تناول المواطنين من الملح والدهون الضارة، نتج عن ذلك توصيات هامة، وهذا هو اللقاء الثاني لوضع خطة لتفعيل هذه التوصيات وتوزيع الأدوار على جميع الجهات المعنية كل في مجاله للوصول إلى الهدف المرجو للحفاظ على صحة جميع المصريين. السيدات والسادة، إن مصر لديها اليوم أهداف واضحة لتعزيز سياسات التغذية الصحية السليمة، وستشهد بإذن الله الفترة القادمة اتخاذ خطوات حثيثة لتطبيقها، كما ستركز مصر أيضا على استهداف المناطق النائية
والأكثر فقراً واحتياجاً في المجتمع. وهكذا بإذن الله تعالى سنمضي قدماً بكل جدية نحو تطبيق أهدافنا وكل برامج التغذية السليمة، حريصين كل الحرص على التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية على مستوى الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات البحث والفكر وشركاء مصر في التنمية. أشكركم وأتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخدمات الصحية التي تقدم للمصريين ولمصرنا الحبيبة، يشرفنا حضور مندوب منظمة الصحة العالمية مستر هانك، مندوب وزير التموين والتجارة الداخلية. أرحب بزملائي وأساتذتنا الأفاضل من المراكز العلمية والمعهد القومي للتغذية، وأحب أن أشير هنا وفي هذا اليوم العلمي الجميل لدور معهد التغذية، المعهد القومي للتغذية، وهو وحدة من وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهو الذراع التقني لوزارة الصحة والسكان في مجال التغذية. ويتضح من اسم المعهد أن دوره هو دور قومي يخدم الوطن ككل من الناحية التغذوية، لما لها من دور هام في صحة المواطنين. وأنا عشان أوضح لحضراتكم، لأن كتير ما يعرفوش بوجود بعض المعاهد المتخصصة عندنا في بلدنا وفي الهيئة بتاعتنا، زي كتير قوي بيسألوني مثلا على معهد بحوث الحشرات، أحد المعاهد الرائدة اللي بيقدم خدمة عظيمة، ما يعرفوش دوره القومي. فعشان كده أنا أحب أشير للمعهد القومي للتغذية وأضرب مثال لبعض الأنشطة اللي بيقوم بها المعهد عشان توصل للمجتمع كله، والناس تعرف قد إيه جهود وزارة الصحة وتحت رعاية معالي وزير الصحة والسكان. إحنا عندنا في المعهد عيادات المعهد الخارجية التي تعالج المواطنين من مشاكل التغذية منفردة أو بمصاحبة أمراض أخرى، وحدة التدريب الرائدة في مجال تدريب الأطباء على التغذية السليمة والتغذية الإكلينيكية، معامل تحليل الأطعمة المختلفة، وحدة تسجيل الأغذية الخاصة، مشروع تعزيز رغيف الخبز البلدي بالحديد للقضاء على مشكلة الأنيميا، مشروع تعزيز زيت الزيتون زيت التموين بالفيتامينز، مشروع إضافة اليود لملح الطعام للقضاء على مشكلة نقص اليود، وقريبا ستعلن مصر خالية من نقص اليود. عندنا مشروع التغذية المدرسية للقضاء على الأنيميا والحد من تقزم الأطفال نتيجة سوء التغذية المزمن. يقوم حاليا المعهد بعمل بحث عن النمط لاستهلاك الغذاء للمصريين، حيث أن الأحداث التي تمر بها البلاد قد انعكست على الحالة الاقتصادية والنمط الغذائي. في كمان بحث بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحديد كمية الملح التي يتناولها المصريين، واللي احنا بصدده اليوم نشر الوعي الغذائي من خلال المطبخ التعليمي في محافظات مصر المختلفة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة. كذلك المعهد هو ممثل لوزارة الصحة في اللجنة الاستشارية للأمن الغذائي لوزارة الزراعة. كما يلعب المعهد دورا هاما في حماية المجتمع ككل، حيث أنه الجهة المنوط لها ترخيص الأغذية الخاصة المدعمة بالفيتامينات والأملاح والمحليات الصناعية قبل طرحها بالأسواق. المعهد ممثل في لجان الهيئة القومية للمواصفات المصرية التي تقوم بوضع هذه القواعد، هذا بالإضافة إلى أن المعهد يقوم بوضع المقننات الغذائية للأمن المركزي والشرطة والمدن الجامعية وجميع الجهات التي تقدم تغذية جماعية. وانطلاقا لدور المعهد رائدا في مجال التغذية، قام المعهد بعمل مبادرة سابقة لتقليل تناول الملح والدهون الضارة. كمان احنا عملنا يعني الحقيقة دور المعهد في التغذية، المعهد أنشئ منذ سنوات طويلة وله باع طويل في خدمة هذا المجتمع. احنا عملنا مؤخرا لجنة بتبحث عن التغذية السليمة للمرضى في مستشفيات ومعاهد الهيئة، واللجنة دي أنا شخصيا مهتم بيها، بتبحث في المطبخ بتاعنا شكله إيه، بيؤدي دوره إزاي، تصميم المطبخ. اكتشفنا وجود أخطاء ولازم الإنسان يعترف بالأخطاء دايما عشان يقدر يحقق النجاح. بدأنا نعدل في نوعية الغذاء اللي بتقدم للمريض تبعا
لظروف كل مرض يختلف في معهد القلب القومي عن التغذية عن الكلى وخلافه عن الأورام وخلافه. بدأنا نعمل دورات توعية لمشرفين التغذية في مختلف المعاهد. الحقيقة المعهد هو اللي بيشرف من خلال الفريق بتاعه على هذه اللجنة اللي هيبقى لها دور هام جدا، لأن احنا عارفين ان التغذية هي الجزء الثاني او على نفس المستوى يتمشى في أهميته مع العلاج الدوائي للمريض. وبالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، فقد استطاع المعهد بالقيادة الرشيدة ومساندة وتدعيم الأمانة استيعاب المطالب الفئوية والنهوض بالمعهد وتحقيق دخل يمثل ضعف ما كان سابقا، إيمانا بأن السبيل الوحيد لتحسين الدخل والاقتصاد هو العمل الجاد الشاق المثمر وليس الاعتماد الدائم وتعليق المشاكل والأخطاء على الدولة. نتمنى أن يكون هذا اللقاء لقاء مثمرا. وتاني أكرر تشريف معالي وزير الصحة والسكان لهذا النشاط العلمي يوضح لسيادتكم اهتمامه الشديد جدا بهذه الأنشطة وبدور المعهد القومي بصفة خاصة. وأتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات، ودي كلمة بوجهها للدكتورة زينب، نتمنى دائما في أنشطتنا العلمية أن تخرج بتوصيات جادة وحقيقية ونسعى لتحقيقها، وإن إحنا يبقى في إيدينا كلنا صورة من هذه التوصيات ونبتدي نراجع نفسنا بعد شهر حققنا منها إيه وبعد شهرين. وأنا شخصيا وسعادة معالي الوزير مش هيتأخر إن هو يدعمنا لتحقيق هذه المطالب. وأشكر سيادتكم وأتمنى لكم يوما علميا موفقا بإذن الله. His Excellency Dr. Adel Adawi, Minister of Health and Population, Dr. Ashraf Ismail from the Organization for Teaching Hospitals and Institutions, Dr. Ahmed Kossit, representative of the Minister of Agriculture, distinguished guests, colleagues, ladies and gentlemen, good morning. Sabah al-Khair. I'm so pleased to speak at this initiative of less salt and healthier fat for a better life. I sincerely acknowledge the Ministry of Health and Population efforts to eliminate a group of the major risk factors through launching their highly important initiative of salt and fat reduction. In particular, I would like to thank the National Nutritional Institute for organizing this important event and other partners, including the Ministry of Supply and Internal Trade, the Ministry of Agriculture, Customs Protection Authority, Egyptian organizations for standardization and quality, Egyptian mills affiliated with the Minister of Supply and others. Thank you to all these organizations. It's great to see your commitment to cross-sectoral collaboration of this important issue. We all know that Egypt has grappled with some very high-profile health challenges, from avian influenza to H1N1 to polio campaigns. Diseases and health events like these making headlines around the world wherever they occur. But for every health story that makes the morning papers or the evening news, there are many equally critical issues that don't come under the same spotlight. The fact is that the number of deaths caused from communicable diseases, however tragic, continue to be dwarfed by the number of deaths caused by non-communicable diseases, like heart disease, stroke, diabetes, and cancer. Non-communicable diseases, or NCDs, are a major challenge in Egypt. In 2012, more than 400,000 NCD deaths occurred, or about 76% of the total deaths from all causes in Egypt. A major concern is that over 350,000 of these deaths occur before the year 60. These so-called premature deaths to NCDs are largely preventable or treatable when diagnosed in time. This workshop focuses on less salt and fat. Food is important to our health. We are what we eat, summarizes the notion that to be fit and healthy, you need to eat good food. This is very true. This is very true as food is linked to well-known behavior and risk factors to NCDs and includes, here in Egypt, unhealthy diets, including low fruit and vegetable consumption, high salt and fat intake, obesity,
diabetes and hypertension. Physical inactivity and smoking are other major risk factors. The picture in Egypt is troubling. 66% of Egyptians are overweight and 31% are obese. The prevalence of hypertension in adults is high and has increased to 39%. Diabetes prevalence in Egypt is 17%. These are among the highest in the world. Almost one quarter of adult Egyptians continue to smoke, about 24%, with the men at least 46%. Against this backdrop, it is impossible to overstate the case for strong government action. Too often, people see NCDs as an area beyond intervention, an area that does not respond to public policy because of individuals' persistence to dangerous behavior. In fact, where else can public policy make such a profound impact? Reduce the risk factors of NCDs and you can reduce the burden on health systems. Reduce the risk factors and you can increase economic productivity. Reduce the risk factors and improve the treatment and you give population an average extra 5 to 10 years of healthy living. The science is strong. Reducing both salt and fat and replacing harmful fat types with healthier ones will have a significant impact on the health of the Egyptian people. Salt reduction to less than 5 grams per day for an individual will lower the risk of stroke by 23% and the general rates of cardiovascular disease by 17%. Data also stresses the importance to lower saturated fat and trans fat and to increase low-density lipoprotein cholesterol levels to prevent coronary heart disease. There's also clear evidence that the risk of type 2 diabetes is directly associated with consumption of saturated fat and trans fat, and inversely associated with fat from vegetable sources. Egypt is responding. It is now considering the establishment of an NCD unit that can help to coordinate the challenging work. Led by the Ministry of Health and in collaboration with the World Health Organization, a national multisectoral plan for prevention and control of NCD is being developed. A situation analysis report on the current state of NCD burden and capacity of the national health system to deal with these prevailing diseases will be launched soon. A multi-sectoral NCD task force has been established. This task force will support the implementation of a national plan. A high-level cancer committee has also been established to develop the National Cancer Control Plan of Egypt for the next 5 years. But despite this progress, there remains much work to be done. Egypt's health system is not yet geared, particularly in the rural areas, towards the provision of preventive and continuing care requiring, for example, insulin, antihypertensive and or lipid-lowering drugs. For the poor, medical care is often a luxury that many simply cannot afford or is putting many families into debt and poverty. Lack of access has devastating effect for NCDs like hypertension and heart disease, where effective treatment significantly reduces respectively morbidity and mortality. Health services need to be designed also for prevention of NCDs. Staff needs to be trained to raise awareness of dietary habits, physical activity and tobacco use, and measure and manage of biological risk factors such as body weight and blood pressure. Developing a health system where prevention is recognized as the most cost-effective intervention is key to the fight against NCDs. Before closing, I would like to emphasize an important fact. NCD prevention and control is not a responsibility of Ministry of Health alone. NCDs are a multi-sectoral issue which needs comprehensive and integrated policies and strategies for the management of the main risk factors. It requires intervention and actions of several ministries. Therefore, it is a real pleasure to have senior staff from the Ministry of Supply, Commerce, Industry and Investment and Information all participating in this important event. The WHO looks forward, working with the Egyptian government and all national partners to support in the fight against NCDs. This meeting is a very good opportunity to launch our partnership and collaboration in implementing
evidence-based policies to curb the NCD epidemic with all their risk factors. Thank you so much. الأستاذ الدكتور عادل عدوي معالي وزير الصحة والسكان، الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة المستشفيات المعاهدة التعليمية، مستر هانك مندوب منظمة الصحة العالمية، سيادة المستشار خرشد مندوبا عن وزير التجارة، أساتذتي دكتور عمرو حسين، دكتور فاروق شاهين، دكتور فاروق جبر، زملائي جميعا، أشكركم لتعاونكم والحضور. أستاذ اللواء عاطف يعقوب الصديق العزيز ودائم التعاون مع المعهد، أنا بشكر حضرتك على حضورك وتشرفنا لهذا اللقاء، وتحب نستفيد من حضرتك بكلمة دلوقتي نسمعها من حضرتك. عايزة أشكر الدكتور عادل عدوي جدا بصفة شخصية وبصفة المعهد وعن لسانكم جميعا، لأن رغم مشاغله الشديدة لظروف البلد اللي كلنا عارفينها كويس قوي، إلا إن حرصه على التواجد معنا النهاردة وإن دل على شيء فهو يدل على حرصه الشديد على أولاً صحة المواطنين من نبدأ الوقاية خير من العلاج، لاهتمامه بالمبادرة لأنها هتحمي مواطنين كثيرين من الأمراض، ومن وجهة نظر أخرى وهو تشجيع كل من يعمل تحت قيادته في البحث العلمي وفي الإنتاج اللي هيثمر وهيعود على المنفعة للبلد ككل. فأنا أحب أشكره جدا جدا، وشكرا يا دكتور عادل. الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة المستشفيات المعاهدة التعليمية دائم المساندة والسابورت والتعاون، وأنا دايما بأثقل عليه بطلباتي الكثيرة، وهو دايما بيساعدني جدا بكل إمكانيات الهيئة فإن احنا نشتغل وإن احنا نحقق أهداف. فليس بغريب على الدكتور أشرف يعني هذا السابورت منه، وأحب أشكر حضرتك يا دكتور أشرف على تشريفك وعلى حرصك دايما على المساندة. أتمنى للجميع إن شاء الله، إحنا النهاردة مش بنتبادل المعلومات، أنا عارفة إن كل السادة الحضور على أعلى مستوى من العلم والمعلومات، إحنا دلوقتي بصدد وضع آليات تنفيذية، كلنا عارفين إن في مشكلة وكلنا عايزين صحة المواطنين والبلد، فإحنا دلوقتي بوجود كل الجهات المعنية عايزين نحط بقى فعاليات على أرض الواقع، هنبتدي نقسم الأدوار ويبتدي كله يشتغل في مجاله علشان تحقيق الهدف المرجو. فإن شاء الله إحنا سابقا عملنا مبادرة سابقة وطلعنا منها بتوصيات، إن شاء الله النهاردة بقى هنحط مش توصيات، هنحط آليات التنفيذ عشان نبتدي نشتغل على أرض الواقع، وإن شاء الله يكون لقاء مثمر يعود علينا كلنا وعلى مصرنا الحبيبة بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هختصر كلمتي في أن موضوع التغذية ده باختصار، التغذية السليمة هي استثمار بكل ما تعني هذه الكلمة، استثمار في صحة المواطن. كل ما أنفقه على أني أوفر للمواطن الغذاء السليم المتكامل والآمن والكافي والمقبول منه، كل ده مهما أصرف عليه فهو في صالح الدولة أو في صالح حتى ميزانية الدولة، لأن كل اللي هنفقه لا يعادل ما ينفق لو ما اهتمناش بالتغذية السليمة، خاصة للأجيال اللي هي في المدارس والأجيال القادمة. فالحقيقة اجتماعكم النهاردة اجتماع هام وهم جدا، وزي ما قالت الدكتورة زينب احنا مش عايزين ناخد توصيات، احنا عايزين نشوف خطة عمل نجريها، لان ده تاني بكررها استثمار في صالح الدولة. الحقيقة بالنسبة لوزارة التموين بتبذل جهد غير عادي، هو طبعا انتوا عارفين المشكلة ان في نسبة كبيرة من المواطنين محدود الدخل، بل هناك من هم اقل من محدود الدخل،
تسعى يعني بكل الوسائل إلى أنها توفر غذاء إلى جانب الغذاء الرئيسي اللي هو بياخده أو اللي بيقدر يحصل عليه في حدود دخله. بنطور هذا الموضوع الآن، وزي ما قالت أو زي ما قيل من شوية أن حتى المواد التموينية بندعمها، العيش بيدعم، الزيت بيدعم، مش بس يدعم ماليا، لا ده بيدعم غذائيا وصحيا. الحاجة برضو اللي احنا عايزين نفكر فيها جامد ازاي ان انا اخلي التموين المواد التموينية يدخل فيها البروتين، لان دلوقتي معظم المواد التموينية source for energy، يعني زيت، سكر، خبز، يعني معظمها اساسا بتدي طاقة. احنا عايزين ندخل البروتين كجزء في الأغذية المدعمة. وزي ما شفت حضراتكم برضو ان دلوقتي في خطة برضو ازاي ان من خلال المجمعات الاستهلاكية المواطن محدود الدخل يحصل على مجموعة من المواد الغذائية الهامة لصحته بأسعار متواضعة وفي حدود دخله. برضو بحب اضيف معلومة مهمة جدا بل هي في غاية الأهمية، وهي التثقيف الغذائي والصحي. الكثير من المواطنين لا يوجد لديهم هذه الثقافة الغذائية والصحية. انت ممكن تاكل في حدود دخلك اكل متوازن ويدي لك كل احتياجاتك لو انت عرفت بتاكل ايه وبكام اجيبه، انما للأسف الشديد الكثير مننا بيصرف اكتر وما بياخدش اللي هو عايزه كغذاء صحي متكامل. وزي ما ذكر دلوقتي ممثل منظمة الصحة العالمية ان السمنة اصبحت من الامراض، وللأسف الشديد ان الام المصرية بتسيب ولادها برضو ياكلوا الحاجات اللي هي السريعة دي اللي فيها نسبة كبيرة من الكالوري وحاجات تانية، فبنيجي بعد كده بيكون يعني تعود على هذا المنتج وما تقدرش تمنعه عنه وبقى الطبيعة فيه. وبعد كده نشوف طب نعالج الفيدباك بتاع التغذية غير سليمة دي ازاي. فالثقافة الغذائية والصحية أمر في غاية الأهمية، والأهم في هذا الموضوع كيف أجهزة الإعلام المختلفة والأجهزة العلمية توصل المعلومة إلى الشخص المستهدف بأسلوب مبسط يفهمه. أنا مش هقدر أقول له والترانس والمواد مش عارف الضالة وكذا، لا أنا عايز أديله أسلوب سهل جداً يفهمه بسرعة ويتعامل معاه زي ما عملوا زمان الهرم الغذائي والحاجات اللي حضراتكم طبعا أوير بيها. ده مهم جدا، وفي النهاية ده بيكون زي ما قلنا حضراتكم في صالح الدولة وهو استثمار. وزارة الزراعة أيضا تقوم بدورها في إنها إزاي توفر غذاء من أرض مصر على أعلى مستوى، يعني جهود مكثفة تجري إزاي إن أنا أطلع من هذا الأرض غذاء يكفي المواطنين، لان عندنا انا بشبهها سبب الكارثه ان احنا عندنا زياده سكانيه سنويه يعني تزيد عن 2 مليون فرد سنويا ومعظمهم من محدود الدخل، وبالتالي الامر ليس بالبساطه اللي نتصورها. لا احنا عايزين نوفر له غذاء وغذاء متكامل وغذاء كافي ويكون في امكانه الحصول عليه. بل هناك فئه من المواطنين ليست محدودة الدخل، هي شبه معدومة، وفي من ذوي الحالات الخاصة دول يعني المفروض بديله الغذاء أو معظم مكونات الغذاء مجانا، وهذا موجود وعايزين نكبره كمان عن ما هو عليه. طبعا عنوان الندوة مش هتدخل فيه كتير لأنه طبعا واضح إن الملح من ضمن عاداتنا الغذائية، كثرة الملح في كل حاجة، واحنا برضو بنحاول في الحاجات اللي بناكلها كتير بالذات زي رغيف العيش. رغيف العيش ده على رأس مائدة الغذاء المصرية وهو مدعم من الدولة، ولكن للأسف ما زلنا حتى هذه اللحظة نحاول توفيره بصفات جيدة وجودة وقيمة غذائية عالية. وبرضو بقولها لحضراتكم ان الرغيف البلدي بتاعنا ما زال أفضل من الرغيف الأبيض اللي موجود في دول العالم المختلفة. والآن العيش الأسمر بره بيباع أغلى من العيش الأبيض لما فيه من بروتين أكتر وفيتامينز ومينرالز
إلى آخره. طبعا أنا مش هشاركه. تغذية التلاميذ المدارس احنا بنقوم بيه، وأنا بأشرف إن أنا أكون يعني مشرف علمي لهذا البروجكت، وبنسعى وفقا للإمكانيات المتاحة إن احنا نطور الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس، علشان انتوا عارفين مدى أهميتها، بل عايزين برضو جزء منها يصل إلى أسرته إذا أمكن بالنسبة للمناطق الفقيرة الموجودة على مستوى الجمهورية. وبذلنا جهد كبير كيف نصل إلى أبعد مناطق على مستوى الجمهورية لتصل الوجبة إلى تلاميذ الفقراء ومحدودي الدخل. أنا بشكركم مرة تانية وبنقل لكم تحيات الدكتور خالد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.